شكرا اندريس. مريمو بنت حصة. تتشغف. استغفر. هذه ام طليقي بدعت هالمره. مينونه مو صحيه هي وبدها. تصدقين كان عندي احلام وايد وطموحات، بس كلها راحت قدامي بسبه الزواج. غريبه، صعب بنتخلى عن احلامنا بسهوله، يعني بنعيش نحلم على اشياء نحققها وبمجرد ما يقابلنا مشكله حتى ولو صغيره ننسى احلامنا بسرعه. احنا ما ننساها، احنا نتناساها، او ساعات نركنها على الجنب ونقول في وقت ناخذ لها، نلاقي روحنا لهينا ما في وقت حتى نلتفت حوالينا، مع اني كنت واضحه وايد مع وليد. ويوم الخطبه قلت لهم اني انا بكمل دراستي من خاطري اني اصير استشاريه، قالوا لي اوكي وتم. بس بعد الزواج لقيت روحي معمعة. على شنو؟ على موضوع خفاغة وتحطيم أحلام بسبة شنو؟ حمال. الله كريم. يلا قومي خلنا ناكل. يلا يا شباب، همه يا شباب، دخل دخل. يلا تعال تعال، يعطيكم العافية. شوي 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 شوي. تعال تعال. تعال عواش، وين حط هذه؟ حطها هني؟ تعال 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 تعال، دش دش تعال، دير بالك دير بالك دير بالك تكسر اغراضنا. تعال خله هناك بالزاوية. ايه نزل نزل هني نزلها، يعطيك العافية. بعد جيب شنو في اغراض بعد جيب؟ ها ايش فيش؟ خلاص ضايق خلقك، خلاص فرفش شوي عاد. يلا شباب اسرع اسرع، كان جبت الصغار هذولاك؟ شوي 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 شوي. يلا عمي شوي شوي، حط هناك هناك صب ثاني. جيب هذا صغير صغير، هذا صغير تيبل. يلا يا شباب يلا جيب جيب تيبل. شوي شوي شوي، يلا حطه هناك. بعد ما في غراض هناك، ها؟ يلا تعال تعال خذ فلوسك، تعال تعال. مشكورين. يلا هذا انت وصديق وباقي نفرات كله. يلا يلا توكل على الله. السلام عليكم. الحين ضايق خلقك بعد؟ خلصنا طلعنا بيت بروحنا، يبنى اثاث، امورنا ان شاء الله كلها طيبه. هذيك خلقك. يلا عاد الحين روحي بالله غير ثيابك، وتعالي خلينا نقعد هنا نتكتك نشوف شو نركب وش نسوي. ها يلا حبيبتي يلا. الله يرحم الجاي امه، من بعد عينك لعبت فينا الدنيا لعب، رحتي ويانا الهم والكدر. اخوان اثنين ومو قادرين حتى نتيمع مع بعض، ولا قادرين حتى نحمي اختنا الوحيده. الله يا الدنيا. الحمد لله على كل حال، يا رب تقدرني واطلع اختي من اللي هي فيه يا رب. اسمع جمال، ابيك تاخذ اوراق الحضانه واوراق الطلاق وتروح سيده على المخفر، تقدم بلاغ بالخطف
اللي وصلت هناك وصار معك ايش دق علي طمني سمعت؟ حاضر يا فندم. يلا بسرعه خلينا نروح لهم. شذي زين؟ لا ابي اضيج بعد حبيبتي. شنو اضيج من كذي؟ ما فيني اسوي لك النفنوف اضيج من كذي صراحه. بعدين انت خسرك صغير ما يبي له شيء ولا يبي له كرسي حتى. لا لا ساره بس 2 كرسي بعد. 2 كرسي؟ ما اتوقع ان احد سواها. لا صدقيني انا مصممه ازياء، لو كنتي تحتاجين كان قلت لك ما خشيت عنك. صدقين صار لي اسبوعين ما اكل شيء. اسبوعين ما قعدت تاكلين شيء؟ ان شاء الله حدك. يعني 3 ايام اكل خيار، 3 ايام اكل اناناس، 3 ايام اكل طماط. ما عندكم سالفة. أنا لو شي يصير ما أسوي هالرجيم هذا القاس. هذا مو رجيم أساساً، هذا عذاب. نوريسا برينك طرحة. أنا أشوف كل شيء ممتاز. فطوم حبيبتي اهدي، إيش فيش سبتين وكبر الموضوع؟ البنت مع أبوها أتلاقين الحين قاعد يلعب معاها، بس هو كذي يبي يحرج. أنت يعرف عبد الله وسوالفة. فطوم فطوم ايش فيك؟ اهدي شوي، هو ما لحق ياخذها. نادي انت ما شفتيها شلون قاعد تطق جام السياره؟ ايش لاحت لي قلبي من مكانه؟ فطوم اهدي، اللي سمعتش الحين قول بنتك صج مخطوفه، وبقى شوي يدقون عليك يبون فديه. البنت مع ابوها. حبيبتي لا تكبرين المواضيع. هو بس لو يفتح جهازه واسمع صوتها على الاقل ارتاح اطمن عليها. حبيبتي اهدي، انت عندك حكم حضانه أو كذي يعتبر خطف، هو مو من حقه يشوف بنته إلا بالويك إند. اهدي بس خلاص. طويل العمر، في أبوي يخطف بنته. إي أكو، لما يطلق وتصير الحضانة بحكم الأم، والقانون يخصص لك وقت تشوف بنتك، أما إنك حضرتك تاخذ بنتك من المدرسة بكيفك هذا خطف. كلمني بالعقل يا حضرة المحقق، الحين أحط واحد غريب يحدد لي موعد أشوف فيه بنتي. احترم نفسك، أنا مثل القانون هني، والحكي هذا لا تعيده، وأنا بغدر انفعالك. والكلام هذا ما بسمع منك ثاني مرة، فهمت؟ آمنا بالله. الحين شو المطلوب مني؟ شو أسوي؟ أروح أشوف بنتي بمواعيد؟ داش على طبيب أسنان أنا. أنت فكر طلع نفسك بالأول. شنو يعني؟ أنت بنظر القانون خاطف. أقول لك أنا أبو، أبو. من صدق شلون؟ لا 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 لا. هذه ينت ولا شنو؟ الحمد لله والشكر. مو صحية هي وبنتها منالوها الهبلة. ناس معقدة. واي صدمة غاضة. الحين مسوية كل هذا عشان تحغني؟ خدت ولي. لا أنا خلصت تغريبة. إيه؟ باجي بس توقيعات وأشياء بسيطة. لا خالصة. لا تحاتين. يلا مع السلامة. باي. صدق هالمنال وأمهم يعني الحمد لله والشكر. سخافة. ما قلتي ليش قالت لبلا على سوينا مع بعض أمس؟ حلو. صدق؟ عجبها وايد؟ إيه. يعني تاخذت على القلب نفسها؟ إيه. يلا زين. أقول لك وين؟ حبيبي. اليوم ليش مطعم مو طابخين شيء؟ قلت من باب تغيير. ليش؟ مو عاجبكم؟ لا يما انا احب الحمص والعرايس الصراحه. حتى انا حبيبتي انتي. اقول يما خلود ايش رايك تودي زيون ودندون اليوم مدينه الملاهي؟ صدق وناسه. حبيبتي. بابا انا ابي الوان توديني اشتري اليوم؟ عندي شغل الساعه 5. انا ما عندي شيء وديت اليوم. ايه عمتي توديني هذا المجمع اللي كله محلات بيوتيفل بليس مال ارت. هذا مجمع دسمان. اي اي هذا هذا مجمع دسمان. بعدين السعد ان شاء الله. يلا ما بسمي وقت راح اوديك. اقول خلود عليك ايش رايك حبيبي نروح نشتري تليفون حق ايفون حق امك؟ متى يبا؟ بعد الاكل. يلا يبا فوقه يمكن اطلع لي بواحد كذي. خير ايش تبين تبعد؟ لا ما بي اي لاف ماي بيبي. على الاقل نعيش ثلاثتنا مثل قبل، نتعاون، نطلع مع بعض، نسهر مع بعض، والاخوان بس بالاسم. زوجتك؟ زوجتك حالها حال عواش مثل اختي. وش عليها؟
حبيبي افهمني، على الاقل ترجع تسكن معانا هني ها، ونتقاسم الاجار ونتقاسم الماكله، والله احسن، مو اخوان احنا؟ صدق عاد شرع علي انا ضاق عليك. اي والله شرع علي. انت التليفون ما دقيت طمنت علينا، تبي تسكن معانا؟ يعطيك العافيه، ما لي منك شيء. شكرا، باي. يما ويما حسني بغرك بغرك، طفحت 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 بالمرق هذا اللي انتهي. واي يما بالعافيه يا يما، يعني شلون بغيت تقعديني على هذا الكاونتر على الكرسي هذا هالزقر؟ اطيح منه انا. اصلا الكرسي صغير عليك يا متينه. سليمان يعني انا متينه؟ اي متينه يا ابو تنبا. ولا اعلمك انا اوريك. استح على وجهك، عيب عيب. هذه امك شنو ابو تنبا ومتينه؟ يما صراحه مرق الباميه باللحم هذا اللي انت مسويه قام يخليني ما اعرف شلون اتكلم، بس صراحه تسلم ايدك. بالعافيه يا يمه، هذا غرامك، ادري انك تحبينه. دام غرامي يا امي يا حبيبتي، تقومي ذابحت لي نص خروف. يمه انا حمل كثر ما يحطون بالمرق، انا ما اكل لحم نباتيه. بس تحبين السوشي اكثر. شحم؟ السوشي اكثر. اسمه سوشي مو، وما ادري ايش قاعد تخربط على مخي. قارن لي الباميه بالسوشي. بس يمه دقيقه. الو؟ هلا طلال. لا انا في الشقه ويا اهلي، اخوي وامي كانوا عندي على الغداء. لا لا لا، اجار الشقه انا اساسا ماني ناسيتها. لا لا تشيل هم ابد، ما تقصر. باي باي، مع السلامه. مال الاجار يما، يبون الاجار يما، اكملها بكابتشينو. هاي ما الشاي الاخضر احسن يهضم. اشوفه يهضم. تبي صح؟ لا 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 يبو، انا ما 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 دخل. عادي عادي. يبو سجاير، ما دخن سجاير. خذ يبا. ترد ابوك؟ عادي عادي، خلنا نسولف ويا بعض. يلا يلا. امسكها بس. يبا انا ماني خبرك تدخن. يعني ساعات تقدر تقول مره بالشهر حسب المزاج. تدري اول مره دخنت ايش صار؟ شكني ابوي وانا ادخن، ايش سوى فيني عاد؟ قفل علي باب الدار، طاح فيني طاق طق اليد. لما كرهته وكرهت ريحته وبطلت تركته. بس على بالك يعني ان الطق هو الحل؟ يعني الحين ولدي خلود حبيبي اذا طقيته بيتأدب؟ هذا هو الحل؟ لا، في طرق أحسن وأفضل. دخن دخن، خذ لك شفطة. شنو حاس؟ حاس إنك ريال صح؟ إيبا أحس إني فاهم، و أحس إني أعرف وايد أشياء بالدنيا. يبا أنت يوم دخنت كم كان عمرك؟ أنا عمري 12 سنة. أوف وايد صغير.
ياهل. على بالي بعد ما أدخن إني صرت ريال قوي ومحترم ويحسبوا لي ألف حساب. هذا كان براسي. إي بس هذا الصاحب. الرجولة يا خالد أخلاق وأدب واحترام لنفسك وذاتك وشهامة وشجاعة. هذه الرجولة مو حبة سيجارة تعلمنا الرجولة. بس إي بس شكلها بيد الريال غير. هذا بس هني مخنا. لو سيجارة مثل ما تقول ما بيشربها الغني والفقير والزين والشين والمحترم والمجرم ومربي الأجيال واللص. إيه بس ربعي يقولون إذا ما دخنت أو اللي ما يدخن يعني ما يعرف شيء بالدنيا أو ما يفهم شيء. وربعك الفلاسفة هذيل يعني شلون ربطوا السيجارة بالحكمة والمعرفة هذه؟ ما أدري يبا بس هم يقولون كذي. ما صدقت؟ قطع! طيب؟ شلون الايس كريم؟ حبيت طعمه؟ جدا. ترى هذا نوع ما ينزل وايد في الكويت. قولي الأميرات يبطلون لهم الباب ها؟ شوي شوي على الأقل من مهلك. يا سلام. جوكي؟ عسى ما اخترعتي. لا 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 بس مسكي هذا عنك ولا لا خلي عنك. السيجارة ما بتضيف لك شيء يا خالد. إذا أنت نفسك مواثق بنفسك وبأخلاقك وإنك محترم السيجارة عمرها ما بتعطيك هذا الأساس. أنت عندك شك برجولتي؟ لا يبا بالعكس أصلا ربعي كلهم يتمنون أبو مثلك. ليش؟ مع أني ما أدخن ولا أحبها أصلا. ما أدري هذول ربعك اللي بديوانية؟ ايه. الا جيتارك وين اللي ذبحتني عشان اشتري لك اياه؟ موجود بالدار. مغبر؟ شوي. وليش بطلت؟ ما ادري. انت مو كنت تحن على مدرس الجيتار؟ ايه. خلاص. ايش رايك تبلش من باكر؟ انا اعرف لك واحد يلعب بالجيتار لعب ولا هاني مهنة. لا وبيعلمك الغنى بعد. انت مو تبي تغني بعد؟ ايه. خلاص ما عندي مانع غن. صجبة؟ صج حبيبي فعليك. بس بلا سجاير بلا كلام فاضي. على فكرة ترى السجاير تضعف الأحبال الصوتية. انت ما تبي تغني تصير مطرب مشهور؟ ايه. خلاص شفت شلون؟ لا تأخرنا ولا شيء، كان وصلنا البيت. يلا تصبح على خير حبيبي. وانت من أهله حبيبتي، يلا ديري بالك. باي. باي باي. نشوف الحبري ها مش صار عليها. هذا خلصنا منه يا ويلك يا الياي. Ha ha ha!
ادري ايش تبي فيني. خلص ما عاد تبيك، اطلع من حياتي ما عاد تبيك. اسمعني صقر، اقولك اسمعني، والله العظيم لو دقيت علي والله ما اشتكي عليك المغفر. لا تدق علي، ما عاد ابيك، ما عاد ابيك، اسمعني خلاص ما عاد ابيك. الظاهر اني سويت شيء غلط، بس شنو ما ادري. الله يستر. عبدالله تقدر تمشي الحين. عسى ما أشر، ليش بتمشوني؟ بقدر ظروفك لأنك أبو وبطوفها لك هالمرة هذه. إيه لا يزاك الله خير. لا أبو جراح ما دق عليكم؟ يلا عاد، يلا تفضل. وهذا الخبز الحار وصال. يلا بسم الله عواش، انا حدي هون. بسم الله اكلي. شلون راح تشوفينا؟ ضيقتي خلقي، انا ما راح اكل ما كليتي. عواش كلي معي يلا يلا لقمه يلا انا وكلت. يلا شويه عشان مشي يعلى. يلا شاطره يلا ما بديك خلقك. يلا تعي طقطقي وياي شوي. تعالي تعالي. تبين بيض؟ يلا يلا. ولا بتشي تربين؟ تبين عصير؟ صدق يلا حط الجبن. هسوي الجبن. Think about time, luxury so hard to find, and I just can't figure out why I wasted it all here without you. But I'll be fine. على فكرة عيشة، أنا سعيد قوي بالنتيجة اللي أنتي وصلت لها. وكده بقى يا ستي مش باقي غير إنك تتغذي شوية وتعملي أي حاجة من الحاجات اللي أنتي بتحبيها. أنا أحب أكتب، يعني من أيام المدرسة أنا كلها أكتب قصص قصيرة وفزت بكم جائزة بهالقصص هذه. على كذي عواش أنا رأي من رأي الدكتور، إن شاء الله بتصيرين كاتبة وتطورين نفسك. ها كمان الكتابة دي هتنقلك من حالة لحالة أحسن بكتير. إذا تشذي عيل أنا حاسة إن راح أقدر أكتب وايد أشياء أحسن، راح أطلع كل اللي بقلبي. شوفي يا عائشة، دايما المعاناة تفرز إبداعات، وأنا شايف إن أنتي بنت رقيقة وحساسة قوي، وحاسة إن أنتي هتنجحي،
وهتبدأي كثير قوي قوي قوي. عموم مشكور دكتور، ما قصرت، يعطيك العافية. الله يخليك حبيبي، أنا سعيد قوي بزيارتكم دي. لا يا حبيبتي، في شغلة لازم تعرفينها، إن فنوف كل ما كان أوسع كان أحسن لي على أساس أقدر أتحكم فيه وأضيجه، أما إذا كان وايد ضيج أنا ما أقدر أوسع لك إياه. الشغل هذا كله اللي تشوفينه هاند ميد، ما هو شغل مكاني، إحنا شغلنا مرتب ودرب، فهذا كله ممكن يطيح، ممكن يخترب أساساً. زايدة كيلوين بعد. زايدة كيلوين؟ أنا خبري البنات لما يجون يبون يعرسون من التفكير يضعفون يصيرون عود، أنت جاية ماتنا؟ مو أنا لما توتر ولا حاتي أقعد آكل ليل نهار. راسي بالثلاجة وكل ساعة مطلع شيء، ولا طالبة فاست فود. حبيبتي انت قاعد ذكريني في نفسي، انا كذي لما اكون على طول عندي شغل ومحاتية بس اكل، ذيك الساعة اتحسف. المهم ان فروف عليك 100%، بس يوم الاربعاء تسوين البروفة الاخيرة ان شاء الله كل شيء اوكي، تستلمينه مرة واحدة. اوكي اوكي، نوري سهل بيربيز حبيبتي انت. هذا الاصفر ما يبي له تعدي، هذا ممكن اسوي نفس اسود. شايبت مسكيت معزومة يوم الخميس على عرس بنت السلطان. أي بنت سلطان؟ موضي بنت الحسب والنسب. كمان إيش قاعد تخربطين؟ ويت شوفي طالع أبي من صدق مريمو؟ هذول استخفوا وطلعوا كاتبين بالبطاقة؟ إيش دعوة عليها بنت فلان وعلان وبنت الحسب؟ بش والله آخر زمن هذا اللي عمره ما تبخر تبخر واحترق. انتي ما تعرفي اصلا هي مسويه كل هذا عشان تحرقني انا وامي. واي صراحه الله يعينك، صدق حديث النعمه وايد شيء. شوفي شنو كاتبه على الضغف، شوفي. اي شيء عاد. مريمو بتحصوه؟ مريمو بتحصوه. نو واي، ابا صدق ما يستحون على وجههم. واي هيلك هيلك مسكي. عايلة خرطي ناسبتي. بتروحين العز؟ تروحين مريمو بتحصوه، مشي مشي بس. صاكة يبا صاكة. كم مرة أقول لك صاكة؟ صار لي أسبوعين أدق عليه، خطه كله مغلق، ماكو فايدة يا ولد الحلال. رحت له رحت له ما لقيته، ماكو أحد، مو البيت اللي بحولي، إيه رحت له ماكو أحد، ما أدري شلون. إيه عطني 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 كم. إيه 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 انزين انزين، يلا 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 خل ادق عليه اشوف شلون هذا يغير رقمه ولا يقول لي. يلا يلا يلا. اوف اه منكم. الو الو، من وانت؟ هذا مو تليفون خليل؟ اي خليل وينه؟ شلون؟ ما تدري؟ شو الحكي هذا؟ ترك وراح وما تدري وين؟ هذا مو حكي هذا. انتوا ربعه شلون ما تعرف وين راح؟ وهو ما عنده اهل هني؟ اه اسمعني زين، اسمع اسمع بس اسكت عن الحكي الزايد، اسمعني زين. شوف عد دق عليه الحين ودوره وشوفه وينه فيه، وقول لي يدق علي ضروري، ترى أيك البيت واكسر البيت على راسك وعلى راس أهلك يا وحوش اللي ما تستعون ولا تخافون من الله. يا القهر، هالأشكال هذه تنصب علي أنا. أخ يا خليلو، وين تروح مني؟ وين؟ أنت امرأة مفتوحة لكل الاحتمالات، وجودك معي يفتح أبوابا في روحي. يلا يلا. الله الله. والله حرام عليك، حرام عليك. قاعد يسمعك يقول أوكي. يعني أنت اللي قاعد يسمعك الحين. إيه اسكت اسكت.
والله عن ولعركة حياتي قلب كرة ترى مو زين ما شفت شرطك براسه يلا هذه 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 هي هذه هي هذه هي جل قبس قبس لا منك انت روح 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 الغرفة روح ما راح دام انت واقف هني والله ما راح يدخلون جول السلام عليكم أختي أنا شفت صفحتكم على الفيسبوك وحابة إني أشارككم يعني بأي شيء معك عايشة إيه أنا كويتية إن شاء الله بس يعني ما عرفت اسمك أوكي تشرفنا أخت سارة وأتمنى إن يكون بيننا تواصل أكثر مشكورة وايد مع السلامة أنا بصراحة يا بنات ما أبي أوقف لقاءات تلفزيونية أو ندوات أنا اللي أبي أكسب الشباب الصغار بنات صبيان اللي ما يقدرون يروحون ندوات ولا يحضرون تلفزيون ولا يقدرون يجون هني فهمتوا كلامك 100% صح استاذ احنا قاعد نلاحظ الشباب اساسا ما قاعد يتشجعون يروحون ندوات ولا قاعد يشوفون التلفزيون وغيره يمكن اكثر شيء قاعد يشد شبابنا هالايام اللي هو الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي ممكن هذه نركز عليها بشكل مباشر ممكن ليش لا يعني قصدك عن طريق التويتر والفيسبوك بالضبط هذا اللي اقصده أي الآن أبلغكم خبر حلو وخبرية حلوة على قولتهم أنا الحمد لله أنشأت صفحة على الفيسبوك وسميتها باسم مطلقات صغيرات نسبة الناس اللي سووا لي لايك والبنات الحمد لله نسبة كبيرة وقاعدة أتواصل معهم وقاعدة أرد على أسئلتهم ومقترحاتهم وغيرها يعني في تفاعل صاير في الصفحة أساساً وتعرفت على واحدة كلمتني وإن شاء الله قريب راح ألتقي فيها وبالمرة أقدر أجيبها هني تشرفنا في الجمعية ومن هني يبدع جيد جيد بس بصراحة إحنا ما نبي ذكر أسماء عشان لا نجرى أحد بالضبط المفروض يصير كل شيء عن طريق غير مباشر أفضل هذه بعد أنا وجهة نظري في الناحية أنا عايلة أتكفل في هذا الموضوع ولا تشيلون هم أي شيء ريهام خير إيش تبي؟ لك واحد تكلمني عقب اللي سويته؟ ريهام ايش فيك حبيبتي انا اصلا مستغرب منك انا جاي اشوف ايش فيك دقيت عليك اكثر من مره ما رديتي علي واخر مره سكرت التليفون بوجهي ايش صاير وبعد صقر شفتك بعيني في السياره قدام الجمعيه قاعد ويا البنت تحكي وياها وتاكلها برد انا ما سويت لك ذي حبيبتي انا بقول لك شغله شوفي انا ما ابي اكذب عليك هالشيء هذا صار وانا غلطان انا اعترف لك انا اسف يمكن هالشيء صار وانا يعني شوف انا اوعدك ان شاء الله من نتزوج انا وياك هذا كله راح ننساه صقر يكفي خلاص والله يكفي وبعدين بقول لك شغله لو بغيت تكمل خطتك اساليبك هذه غيرها ما عاد تنفع صقر خلاص انسان صقر ريحام خل اتفاهم معاك الله يهداك ترى شيء مو زين الاعصاب لا حول ولا قوه خل اقول لك ايش اللي صار بالضبط يا صبر يا يبا صبر ما عليه ولا يهمك اذا هذه ما تبيك الف من يتمناك